السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ظريف جدا، بحب ادخل عليه كل فترة. الموقع ده عبارة عن ايه؟ زي شات جي بي تي، بس هو بيتخصص لشخصية معينة. بمعنى انت ممكن تدخل شات جي بي تي وتقول له كلمني كأنك سقراط، تمام، اعتبر نفسك سقراط وابدأ كلمني كأنك سقراط، او اعتبر نفسك معالج نفسي وكلمني كأنك معالج نفسي، وساعتها هتحس ان انت قاعد مع شخصية. هنا الموقع بيسهل لك الخطوة دي، تختار الشخصية وفعلا كأنك بتكلم الشخصية ديت، تمام. يعني بس هو انت مش بتكلم الشخصية دي فعلا، يعني انت اخترت ايلون ماسك. ايلون ماسك مش هيسيب المشاريع بتاعته وتويتر والحاجات دي كلها ويقعد يكلمك انت شخصيا، لا، هو بيتشبع بالشخصية. يعني بيديله بيبدأ يقرأ مثلا كل الكتب وكل التويتات اللي هو كتبها، ويبدأ ان هو يجاوبك من خلال الشخصية اللي كتبت الكلام ده قبل كده، تمام. فانت مش هيعمل لك احياء السكروت. والموضوع ده بيثير فكرة معينة. لو انت مثلا قدرت تخزن بيانات او كلمات او ايميلات شخص معين، فقرايبه ممكن بعد ما هو يموت يبدأوا ان هم يدردشوا معاه، فيحسوا ان هو موجود، لكن هي موجودة في قصص خيال علمي. لكن ايه لازمتها؟ ما انت عارف ان انت بتكلم كمبيوتر، يعني هتفضل مرتبط بيه، وده هيعمل عليك عبء نفسي رهيب، فالافضل بلاش. لكن دي حاجة، تمام. طيب، في بعض الحاجات اللي بدأت تبقى موجودة جديد، زي مثلا هيلبرس بيجيب لك مثلا انت محتاج معالج نفسي، محتاج حد يساعدك في الكتابة، محتاج حد تفضفض له، محتاج كل الحاجات دي موجود جاهز. ممكن تقول لا انا عايز ريليجن، فتبدأ بقى تتكلم مع الدين الاسلامي، مع الدين المسيحي، مع اليهودي، معرفش هما ليه حاطين الشيطان هنا، تمام، حطيتش بعض الحاجات فانت ممكن مثلا تختار الاسلام وتتكلم مع الفكر الاسلامي، يعني هيبدأ يجاوب من خلال الاسلام. انا مش لاقي الاسلام الصراحة، فمفروض واحد فينا بقى يخش يخليه يتشبع بالقرآن، بحيث ان لما يجاوب يكون من القرآن. طيب نعمل حاجة زي كده ازاي؟ عندك هنا كرييت، بتقول له انا عايز شخصيه معينه او روم معينه كاركتر، وتبدا تختار اسم الشخصيه ديت. هعمل لوج ان هنا، انا عملت تسجيل دخول فاوتوماتيك جاب لي اخر شخصيات انا كنت بتكلم معاها قبل كده، رشح لي بعض الشخصيات اللي انا ممكن اتكلم معاها قبل كده. طبعا الشخصيه دي انا مش عايزها خالص، تمام، مش مديني هايد كاركتر اهوت، تمام. طيب في حاجات برضو كويسة، خلينا نخش مثلا كريت اهي، هتقول له بقى ايه انا عايز بيرسونا او عايز كاركتر، تبدأ تحط شخصية مثلا عالم من علماء الدين، وتبدأ تديله كل الكتب والمقالات وترفع الصورة، ويبدأ عندك شخصية الناس تقدر انها تتكلم معاه. ليه ما يبقاش في مثلا شخصيات تاريخية مصرية اسلامية زي كده؟ نبدأ ان احنا نشتغل حاجة زي كده. مديني برضو شوية حاجات ظريفة، زي مثلا انت عايز تخطط لرحلة، تمام، عايز حد يرشح لك كتاب، فيبدأ يتكلم معاه. هو قال حد كبير بيدعم اللغة العربية، لكن في بعض الأوقات ممكن تسأله بالعربي يجاوب بالإنجليزي أو يجاوب بالعربي، يعني مش مضمونة، تمام. هنا دي لو انت عايز تتكلم يعني بيديك إمكانيات أكتر، بس هيبقى فلوس $10 في الشهر، تمام. بحس ان انت ما توقفش في الطابور، تبقى الموضوع اسرع. طيب مسج، رشح لي كتب عن فلسطين، نشوف هيقول لنا ايه. فرشح لنا الكتب دي بالعربي، تمام، فتبدا ان هو مثلا يبدا يتكلم معاك. فهو عامل زي شات جي بي تي، تمام، لكن مخصص لشخصيات معينه، مخصص لافكار معينه. ممكن حد مهتم بالكتب مثلا، شات اللي يساعدك في كتابه القصص، عايز تتعلم لغات، فتبدا تختار اي لغه اللي انت عايز تتعلمها. ودي ممكن تخش شات جي بي تي قبل ما تبدا تقول له انا عايز اتعلم انجليزي،
واعتبر نفسك مدرس انجليزي وكلمني كأنك مدرس انجليزي، ولو انا اختلطت صلح لي. اشرح لي قاعدة اف مثلا. تمام، هيبدأ بقى يقعد يشرح بالتفصيل. لو وقف وانت عايز يكمل ممكن تقول له ايه، اكمل شرح مثلا، اريد شرح مفصل. الجميل ان انت مش ملزم بكلمة معينة، يعني لو انت بتكتب برمجة فانت لازم تديله بشكل معين بين قوسين والحاجات دي كلها، انما هنا براحتك ممكن تكتب اي صيغة مش هيعترض على طريقة الكتاب، حتى لو في حرف غلط. السي بلس بلس كانت مطلعة عنينا لو في سيمي كولون ناقص المشروع كله ما اشتغلش. تمام، فالموقع ده ظريف يعني، من المواقع اللذيذة اللي ممكن، بس انا محتاج ان انا لما اعمل سيرش مثلا الاقي شخصيات مثلا، زي مثلا خلينا نكتب محمد، محمد الفاتح مثلا. تمام، طيب انا فاكر انا شفت محمد الفاتح قبل كده، بس ممكن بالانجليزي، محمد الفاتح، محمد السني، محمد. لا انا فاكر انا اتكلمت معاه. على العموم يعني، يعني لو حد لقى شخصية كويسة ممكن الواحد يتكلم معاه. أهو أهو محمد فتحي القسطنطينية كانت نقلة كبيرة جدا، بدأ الغرب يفوق وبدأ إن هو يبدأ عصر النهضة بدل ما كان عايش في عصور الظلام. تمام، فكنا بنقعد ندردش مع بعض أهو. ماشي، فهو هو بيبدأ يدور في قاعدة البيانات عن المعلومات الخاصة بمحمد الفاتح ويجاوبك عليها. على فكرة الدولة العثمانية ليست خلافة. تمام، مش لازم نخش في التفصيل، لكن هي دولة، دولة قوية ودولة لازم ندرس التاريخ بتاعها لأنها مختلفة عن كل الدول، لأنها دولة إسلامية توسعت في أوروبا فليها مزايا كتير، وإزاي بدأت من حاجة صغيرة خالص لدولة عملاقة، فليها قصص كبيرة جدا، لكن هي ليست خلافة. ما تقالش كلمة خلافة عثمانية دي غير في أوائل القرن العشرين، يعني في نهاية الخلافة مع عهد السلطان عبد الحميد. الجميل ان انت ممكن تتكلم معاه بالصوت، يعني تتكلم مش لازم تقعد تكتب، لو انت بتبدأ من موضوع الكتابة فممكن تسجل تتكلم صوت، يعني تفتح المايك ويبدأ ان هو يتكلم معاك في المايك.